السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو في توبيك لطيف جدا. توبيك بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن البارتيشننج فيرسس باكيتنج. دايما بنسمع كونسبت بارتيشننج كتير، بنسمع كونسبت باكيتنج كتير، بس مش قادرين نريليت ايه اهميه الكونسبتس دي في البيج داتا او في الداتا عامه انجينيرنج، وليه احنا محتاجينها في شغلنا از داتا انجينيرز. ليه محتاجين نعرف الحاجات دي وايه اهميتها وعلاقتها بالداتا موديلنج اللي هنتكلم عليها في ديورنج الفيديو ده. طيب نبدا في الاول كده، واحنا بنتكلم بنقول ايه؟ نقول الداتا بيز بتتكون من ايه؟ بتتكون من سكيماز، ماشي؟ طيب وكل سكيما جواها ايه؟ جواها تيبلز، تمام؟ وكل تيبل جواه بارتيشنز. يعني ايه كلمه بارتيشنز؟ يعني كل تيبل، تعال نتخيل ان جواه سب فولدرز، تعال نتخيل هنا فولدرز، فيزيكال فولدر يعني، ماشي؟ طيب وكل فولدر جواه ايه؟ جواه فايلز. يعني تخيل ان انا عندي مثلا تيبل، التيبل ده جواه مثلا فولدر باسماء، مثلا نفترض التيبل ده فيه شهور، اسماء الشهور، وكل شهر جواه الفايلات بتاعت الشهر ده، ماشي؟ عشان ايه نتخيلها. هنعتبر دلوقتي عشان نبسط الدنيا ان الفايل ايكوال باكت، هنسمي الفايل ده باكت، اوكي؟ طيب ايه الاربعه دول ايه؟ او الجزء ده ايه؟ بنسميه داتا كاتيجورايزيشن. يعني الداتا يعني الداتا ازاي بيحصل لها كاتيجورايزيشن في الداتابيس، اوكي؟ طيب تعال نشوف الرسمه الحلوه دي. الرسمه دي بتقول لك ايه؟ ادي عندنا هنا الداتابيز اهي، وادي السكيماز بتاعتها، اوكي؟ بعد كده السكيما جواها التيبل بتاعتنا. طيب كده عندنا التيبل، التيبل ليه ثلاث حالات. الحاله الاولى ان التيبل يكون في بارتيشن بس، بارتيشنز بس، يعني تيبل بارتيشن مش معمول له باكيتنج، ماشي؟ ممكن تيبل ما يبقاش عليه، مش ليه بارتيشن، ما يبقاش ليه بارتيشن، ليه باكيتنج. يبقى قلنا الحاجه الاولى بارتيشن اونلي، حاجه ثانيه يكون باكيتنج، حاجه ثالثه ان يكون الاثنين مع بعض. طيب نبص المثال ده، لو بارتيشن اونلي هيبقى عندي بارتيشن 1، هيبقى عندي بارتيشن 2، بارتيشن 3. طب لو باكيتنج هيبقى عندي باكيت 1 2 3. احنا لسه ما عرفناش الفرق بين الباكيت والبارتيشن، بس بقول يعني الشكل هنا عامل ازاي. طب لو الاثنين مع بعض هيبقى عندي بارتيشن وتحت البارتيشن باكيت، فانا سميت مثلا البارتيشن ده بارتيشن 1 تحتيه باكيت 1 1، يعني باكيت بتاعت بارتيشن 1 1. انا بس سميتها كاسم عشان يبقى ايه واضح، يعني المفروض ان هي كده واضحه، يعني اوضح يعني. بارتيشن 1 باكيت 2، بارتيشن 1 باكيت 3. هنا بارتيشن 2 ممكن يكون فيه 2 او 3 باكيت، مش شرط ان الباكيت تكون ثابته يعني، وزين ذا سيم بارتيشن يعني، اوكي؟ طيب تعالوا بقى نفهم تفصيليا ايه بقى الفرق ما بين البارتيشن والباكتس. طيب تخيل عندنا تيبل بالشكل ده، انا طبعا عملت تيبل صغير، يعني في الغالب اصلا الموتيفيشن ان احنا بنعمل فيه الباكت والبارتيشن عشان نسرع الكويريز في التيبل الكبيره، ماشي؟ ودي هنتكلم عليه فيديو جاي، بس لسه تعالوا نشوف الاكزامبل شكله عامل ازاي. بس انا اديت اكزامبل من 3 كولوم بس التيبل عشان نسهل على نفسنا الدنيا. طيب تخيل عندنا كاستمر اي دي، وعندنا النيم، وعندنا ترانزاكشن ديت. الكاستمر اي دي عندنا ايه؟ 1 2 3 4 5 مثلا، ده كاستمر سميناه علي، وهو الترانزاكشن ديت بتاعه في اليوم ده. نفس الكاستمر تاني اسمه علي، الترانزاكشن ديت بتاعه في اليوم ده. طيب عندنا في يوم تاني، يوم تاني عندنا تلاتة كاستمرز مختلفين، عمرو عمر زيد، في يوم مختلف. طيب لو انا عندي بارتيشن ايه اللي هيحصل؟ هيبقى عندي في البارتيشن ده هيبقى لي الداتا بتاعت الكاستمر ده، ممكن يكون موجودين في وان فايل او مالتي فايل. هنا نفس الكلام، هيبقى عندي هنا البارتيشن ده جواه الداتا بتاعت الكاستمرز دي. طيب تعالى نتخيل ان انا عندي من الكاستمر ده في اليوم ده، اللي هو الكاستمر ده، عندي مليون مثلا ريكورد مثلا لكل كاستمر. ممكن الفيز لو ما عنديش باكيت اللي يحصل ايه؟ هيبقى عندي لكل بارتيشن ممكن يبقى عندي الداتا بتاعت الكاستمر ده موجوده في اكتر من فايل، اوكي؟ طيب تعال نشوف بقى البارتيشن هنا. البارتيشن هنا انا عندي بارتيشن اللي هو 10/10/2010/2020، وعندي باكيت نمبر 1 في الكاستمر اي دي بس، يعني الباكيت الواحد جواه كل داتا الكاستمر. خد بالك الباكيت جواه اتليست كل حاجه الكاستمر او اكتر من كاستمر، لكن الكاستمر الواحد مش موجود في اكتر من باكت. يعني تحت البارتيشن الواحد، تحت الباكت الواحد هنلاقي حاجه الكاستمر ده لو احنا بنباكت بالكاستمر اي دي. احنا هنا معتبرين في المثال ده عشان نستوعب المعلومه دي، احنا عاملين بارتيشن بالديت، ماشي؟ تمام. فما عملنا بارتيشن بالديت بقى الشكل ده. طب لو عملت بارتيشن بالديت وبعد كده عملت باكت بالكاستمر اي دي، هيبقى ده الشكل بتاعها. هيبقى عندي هنا الباكت ده جواه الكاستمر اي دي ده، الباكت ده هيبقى جواه التو كاستمر اي ديز ده،
الباكت ده هيبقى جوه كاستمر اي دي زياده، ممكن الباكت واحد يكون فيه اثنين ثلاثه على حسب، بس ايه ما اقدرش احطهم كلهم في باكت عشان اوضح الفرق. طيب انا لسه ما شرحتش برضه تفصيليا الباكت والبارتيشن، تعال بقى نشرح تفصيليا اكتر. تعال نتخيل عندي تيبل 5، التيبل ده هنكريته ازاي؟ تعال نشوف الكريشن، كريت ستيتمنت، عندنا النيم، عندنا السيتي، عندنا الكاستمر اي دي، تمام؟ والتيبل ده بارتيشن باي ترانزاكشن ديت، ماشي، وكلاستر باي الكاستمر اي دي انتو 256 باكت. طيب الباكت هي مسمى تاني الكلاستر، يعني انا عايز اكلاستر الداتا باستخدام الكاستمر اي دي، ده معناه ان انا لو انا دلوقتي بكوير التيبل ده اللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل ان هو هيخش على البارتيشن، نتخيل التيبل ده اسمه اللي هو الكاستمر ترانزاكشن هيستوري، ماشي. تعالوا نتخيل ان احنا عندنا هنا التيبل ده مجا اكوير، مثلا عايز اكوير سيلكت استريك مثلا وير ترانزاكشن اي دي ايكوال 2020 10 10. طيب اللي هيحصل ايه؟ هو مش هيخش يسكان التيبل كله، هيخش على الفولدر ده يجيب الداتا اللي تحت الفولدر ده بس. طب لو قلت له اند كاستمر اي دي ايكوال 5 هيحصل ايه؟ هيخش على الباكت اللي هي احنا مثلا قاسمين 56 باكت، نفترض ان هي هاش بارتيشننج مثلا، نفترض يعني هيخش بالهاش يجيب يسيرش على الكاستمر في الفايل ده، اوكي؟ طيب ماشي، تعال نتكلم عن البارتيشن بقى اصلا هو البروس يعني مميزاته وعيوبه. طيب تعال نتخيل ان البارتيشن اصلا فكرته ايه؟ قلنا ان البارتيشن هو بيبقى ان عايز نقسم الداتا بتاعتنا الكبيره دي اكتر من دايركتوري او اكتر من بارتس، واحنا بنتكلم عن دايركتوري مثلا بيزد على سبيسيفيك كولوم، يعني هقسم الداتا على دايركتوري او بارتس بيزد على كولوم. طيب ايه مميزات ده؟ الميزه الاولى ان انت عملت ديستريبيوت بتاعتك هوريزونتلي، يعني الداتا بدل ما هي كلها موجوده في حته واحده لا متقسمه، سهل جدا الوصول ليها. الحاجه الثانيه ال number of partition بقت اوتوماتيك بيزد على اليونيك فاليو في الكولوم ده، يعني لو عندي 10 يونيك ديتس هيبقى عندي 10 يونيك بارتيشن ثابته، طبعا لو عندي 20 فاليو هتبقى 20 فاليو، اوكي؟ طيب لو انا بقى عايز افلتر بقى، انا بسلكت الكوري وعايز افلتر، هتبقى سريع جدا، هو هيخش مش محتاج يسكان كل التيبل، هيخش على فولدر واحد. طب تخيل ان انا ما عنديش البارتيشن ده كلها سايحه على بعضها، هيضطر يسكان التيبل حته حته. دي مميزات البارتيشن. طيب ايه مشاكله؟ انت عندك في بعض، مش عايز اقول كل بس يعني بنسبه تتخطى 90%، مش عايز اقول 100% بس يعني 90% عشان معلوماتي مش حاصله كل ده بيزيس، ان في ليميت للبارتيشنز، ما تقدرش انك انت تعمل مثلا نفترض يعني اكتر من 10000 بارتيشن، اكتر من 100000 بارتيشن، يعني كل ده بيز ليها ليميت. فانت في الاخر وانت بالديزاين ما ينفعش تعمل مثلا اكتر، يعني مثلا حد يقول طب انا هعمل هيراركي مثلا، هعمل نفترض تعالى نرجع المثال ده، هعمل مثلا بارتيشن بالديت و كوما السيتي، حلو، بس انت متخيل هيبقى عندك كام كام بارتيشن في الاخر؟ ما في الاخر في ليميتيشن، هي تريد اوف، هتسرع الكويري بس ممكن تبقى تريد اوف ان ده بس يحصل فيها مشكله، تمام؟ طيب حاجه كمان، لو انت عامل بارتيشنز سموت صغيره، يعني انت مثلا عامل يعمل بارتيشن على كولوم، الكولوم ده البارتيشن الفايلات جوه البارتيشن بقت صغيره، دي بقت مشكلة، في حاجة اسمها سموث فايل بروبلم هنتكلم عليها بعدين مش في الفيديو ده، بس البارتيشنز حجمها صغير قوي مش جايب همها انك تقعد سبريت على داتا صغيرة، اوكي؟ طيب نتكلم على الباكيتنج بقى. الباكيتنج انا عايز عندي داتا، نفترض عندي كاستمر اي ديز، عندي ام اس اي اس دي ان في التليكوم، عايز الام اس اي اس دي ان دي بدل ما هم موجودين كده جوه تحت البارتيشن او حتى لوحدهم من غير بارتيشن راندوم في فايلز، لا انا عايز كل ام اس اي اس دي او كل كاستمر اي دي موجودين في وان فايل عشان لما اجي اسيرش تبقى اسرع. فانا كده ضامن ان انا عندي الداتا بتاعت الكاستمر متقسمه ايكوال بارتس بتوين الباكتس. طيب ايه الميزه ده؟ الناس اللي فاهمه، لو احنا هنشرح ان شاء الله بعدين برضه الجزء ده ماب سايد جوين وازاي بنعمل الماب ماب ريديوس او ازاي بتحصل في الام بي بي انجنز، هتلاقي انك انت الماب سايد جوين لما تبقى الباكتس ايكوال يعني كلها قد بعضها الماب سايد تبقى سريعه، يعني الماب از اوبريشن تبقى سريعه، يعني انت ما عندكش ماب يعني مبايا ماسكه فايل 10 جيجا ومبايا ثانيه ماسكه فايل 2 جيجا، ده من ضمن المميزات بتاعتها، يعني البارتيشن كلها الباكتس كلها قد بعضها عكس البارتيشن، البارتيشن ما عندكش جارانتي ان كلهم قد بعض. طيب الكوري طبعا تبقى سريعه عشان لو جيت افلتر على الكاستمر تبقى الدنيا سريعه فيها،
اوكي طيب ايه مشاكله بقى؟ انت محتاج تحط الباكتس مانيوال بايدك، يعني محتاج بايدك كده تقعد تقول انا عايز كام باكت. في سؤال بيسال بيتسال ده، طب انا هل في ليميتيشن على الباكتس؟ مش بالظبط، وهي ليها بيست براكتس على كل داتابيز، مش هينفع نقول اجابه عامه هنا عكس البارتيشن. البارتيشن لازم يقل ليميتيشن، ما فيش داتابيز تقدر تشيل الدنيا من غير ليميتيشن. طيب ملحوظه، الجزء بتاع يعني مميزات وعيوب البارتيشن والباكت، انا لقيت الاجابه بتاعته كانت عجباني على سوجر فلو، يحسهم منظمه بشكل كويس، مش حاطها بالظبط بس انا اخدت الفكره منه عجبتني يعني. احنا كده خلصنا الفيديو ده، بس قبل ما اقفل في خلط بيحصل وانا قصدت، يعني انا بقالي يومين بس هوش على الموضوع اهوت، في خلط كبير جدا عند ناس حتى شغال معانا في المجال على هل البارتيشنز وهل الباكت هو زي اللوكال اندكس في اوراكل او زي الداتابيز العاديه. لا، اللوكال اندكس كونسبت مختلف تماما. اللوكال اندكس بيديك اوبشن مش موجود هنا، الباكتس في الاخر لو قلنا مثلا ان هو في الاخر هيخش وهيسيرش الفايل، الاندكس بيبقى وضعه مختلف، مش زي يعني الباكتس مش ايكوال لوكال اندكس، ما تلخبطش. لو عايز تقول باكت يشبه ايه، ممكن يشبه سب بارتيشن في اوراكل او في اي داتابيز ثانيه. يعني النقطه دي انا يعني قصدت ان انا اثيرها، يعني عشان لو في حد جاي من باك جراوند داتابيز او داتا وير هاوس بيسمع الحته دي في الكورس ما يشعرش ان احنا بنقول حاجه تلخبطه. احنا كده خلصنا الجزء ده، ان شاء الله هيبقى معانا قدام لما نيجي نشرح احنا نبدا نديزاين الداتا بيزد على المعلومه دي. احنا بنيجي نفكر شايفين الداتا ايه الكولوم اللي عايزين سبليت بيه، ايه الكولوم تبع الكويري، فاحنا بنفكر مع بعض اكتر ما احنا يعني الموضوع ده مش ما فيش قاعده اقول لك ان التبل ده ما تشوف كذا اعمل بارتيشن. لا، انت محتاج تبص على الداتا في الداتا بتاعتك، تفهم الكويري بتاعتك، يعني هل البيزنس اللي بيعمل كويري مثلا بيفلتر على الكاستمر ما بيفلترش على الكاستمر. فاحنا محتاجين ان احنا واحنا بنديزاين البارتيشنز والباكتس بنفكر في البيزنس كيس. اوكي اشوفكم خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.